الحلقات الستاشر والحلقات الأولى من النص الثاني للمسلسلات الكوميدية والاجتماعية في دراما رمضان كان فيها أحداث مشوقة، خصوصا في الكبير الجزء الثامن، وكمان الحلقات الأولى من مسلسل بقينا اتنين للشريف منير وبدون سابق إنذار لآسر ياسين. خلونا نشوف مع بعض أهم أحداث حلقات امبارح. الحلقات الستاشر والحلقات الأولى من مسلسلات النص الثاني لدراما رمضان الاجتماعية والكوميدية شهدت أحداث مشوقة. في الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، طلبت مربوحة من الكبير خلال أحداث الحلقة بعد ما رجليها اتكسرت إنها تدور على أي حد يساعدها في الدوار لأنها مش قادرة تقف على رجليها، وبلغت إن بنت عمها هتيجي عشان تساعدها في الأعمال المنزلية. أنا بنت عمتي هنا في البلد ولسه جاية من بلاد بره، تيجي تساعدني في البيت وتشوف طلباتي وبالمره تسليني. هتاخد كام؟ بقول لك بنت عمتي هديها 200 جنيه. انت بتشتمنا؟ 225 وجبه؟ مش هتاخد حاجه، دي زي اختي. عشنا اجمل ايام الطفوله السعيده سوا. في الجولي فيل. شاري خالك عوض. في الحلقه الاولى من مسلسل فراوله بطوله النجمه نيلي كريم، شهد التصدر فراولة أو نيلي كريم الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نجاحها في إقناع فتاة بالعدول عن الانتحار بطريقة ذكية. هنا فراولة لقت ترحيب قوي من العاملين في شركة التسويق العقاري وطلبت 3 شهور مكافأة لأنها نجحت في إقناع العميل الصيني ببيع مقر شركة له. مديني شيك ب 5000 جنيه وكمان بدون رصيد. طب اهدي يا فراوله. لا مش حاسه. يا فراوله انت فاهمه دلوقتي ان السوق صعب واحنا بالعافيه بندفع مرتبات والتزامات، فخدنا قرار ان احنا نخفض العمولات شويه. ده ما اسموش تخفيض، ده اسمه نصب حضرتك، اسمه نصب. يا فراوله افهميني، عيب كده، انت بنت الشركه. ما فيش حاجه بتجنني غير الكلمه دي. في الحلقه الاولى من مسلسل وبقينا اتنين للنجم شريف منير ورانيا يوسف، شهدت ان ادهم صاحب شركه دعايه واعلان نسي يوم عيد جوازه ال 25 ونكدت عليه ياسمين زوجته، وهنا بيرد عليها بأنهم كبروا على مرحلة الهدايا وبيطلب منها أنها تنزل تختار اللي يعجبها. مش معقول يا ياسمين بقى. طيب أنا آسف، حقك عليا، كل سنة وأنت طيبة. الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي جه فيها أحداث كتير. بعد ما مروان أبو المجد فاز في الانتخابات بيقرر وضع قوانين جديدة وبيسيطر على إدارة البيت بحكم فوزه، وبيجتمع بأفراد أسرته وبيبلغهم بالقوانين الجديدة. قررت إن مايا تروح التمرين. ده بعد إذن حضرتك طبعًا. ده هو أنا لو مش موافق يفرق؟ طب مسامح ولا إيه؟ استعرضت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار للنجم آسر ياسين والنجم عائشة بن أحمد مجموعة من القضايا المهمة، قضايا انتهت بها الحلقة بصدمة جديدة لمروان بعد ظهور نتيجة التحاليل الطبية الخاصة بابن عمر وتحاليل ابن أخوه حسن اللي أجراها من أجل التبرع له ببعض الخلايا لإنقاذه من مرض السرطان، وهنا بيصدمه الدكتور بأن واحد من الأطفال دول مش ابن الوالده. إيه ده؟ ده مفيش تطابق اصلا. يعني ايه مش فاهم؟ يعني حد من الولدين دول مش ابنكم. يعني استحاله الولدين يبقوا ولاد عم. توالت الاحداث في الحلقه 16 من مسلسل صدفه بطوله ريهام حجاج. صدفه راحت لادهم في عيادته ومشي وراها طارق اللي اتصل بيها وطلب منها تخرج من العياده لكنها رفضت، وقالت له انها اخت زوجة الدكتور ادهم. وهنا كانت صدمة أدهم لأنه ما يعرفش إن منار ليها أخوات غير فرح. إيه ده؟ أنت اسمك صدفة عجيبة؟ ده اسمك ده ولا أنت جاية تهزري؟ ابتدينا في الاستظراف صح؟